أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. نرحب أجمل ترحيب بالسيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في مقر هيئة الحشد الشعبي. وكما تعلمون سيادة القائد العام، تشكلت هذه الهيئة على أثر الفتوى المباركة لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في الشهر السادس 2014. تتألف من مقر عام يحوي كل الأركان، يعني من الأركان العملياتية والإدارية والصنوف الساندة وألوية مقاتلة، وتقسم هذه الألوية الآن على مناطق، قيادات مناطق، ترتبط هذه الألوية بقيادات المناطق. والأخوة الحاضرين في هذا الاجتماع هم تقريبا معظم، عدد اثنين يمكن جايين بعيدين، قادة مناطق الحج، هيئة الحج الشعبي من الموصل. عندنا قيادة في الموصل وقيادتين في صلاح الدين، غرب صلاح الدين وشرق صلاح الدين. شرق صلاح الدين اعتبرنا أيضا مع كركوك أثناء ما بعد عمليات كركوك، تحرير كركوك. وعندنا قيادة بغداد وقيادة ديالى وقيادة شمال العراق، معظمها الأخوة التركمان. وعندنا قيادة الفرات الأوسط، عندنا قيادة غرب الأنبار وشمال غرب الأنبار، يعني قيادتين باعتبار واحدة تختص بالقائم وواحدة تختص بطرائبيل والوليد. وعندنا قيادة الرافدين وقيادة البصرة. إقرار القيادات تم ب اتفاق مع الأخوة في العمليات المشتركة وبإقرار من السيد القائد العام السابق. شهدت حوالي الأربع سنوات الخمس سنوات الماضية عمليات مهمة قام بها الحشد جنبا إلى جنب مع أخوته في القوات المسلحة في جيشنا الباسل وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة، خصوصا الشرطة الاتحادية والرد السريع وبقية القوات الأمنية. والحمد لله والشكر تم تحقيق انتصارات باهرة. اليوم احنا نشترك مع الأخوة في مسك خطوط دفاعية وأيضا معالجة الأهداف الأمنية اللي مثل ما بتعرفون داعش يحاول أن يعيد نفسه بشكل أمني، والآن هو يتواجد في بعض المناطق النائية. مهمتنا تقريبا تشبه مهمة القوات البرية بالإضافة إلى ما يشبه قوات مكافحة الإرهاب، يعني عندنا عمل أمني في هذه المناطق وعمل خاص وعمل قوات برية. القوات البرية مدعومة بكتيبة بحرية، فوج بحري نحاول نطوره أسسناه منذ بداية الحشد. وعندنا ما يميزنا عن، عندنا أيضا قوة صاروخية تتميز بها عن الأخوة في الجيش، عندنا طبابة جيدة وأيضا نتميز بها عن الأخوة في إنشائها، اتصالات، والآن ما أريد أتحدث بتفاصيل الموضوع. تعداد الحج الشعبي حوالي 150,000، يقل قليلا حوالي 1,000-2,000 عن 150,000. الرقم الرسمي اللي يثبت للحج الشعبي هو 122,000. لذلك احنا نعاني دائما من مشكلة فرق الراتب منذ 2015 لليوم، لذلك جاي نخفض بالراتب. الراتب المقر للفرد العادي هو 875,000 دينار، احنا ما جاي نمطي، احنا جاي نمطي 750,000 و 625,000، يعني للي اهل المناطق نمطيهم 625,000 واللي خارج مناطقهم يخدمون نمطيهم 750,000. الحقيقة اقل من الراتب الذي اقر في سنة 2014. ميزانية الاستثمارية أنا قدم السابقة لكم، إحنا بدينا بسنة 2014 كانت ميزانية الطوارئ، 2015 بدينا بميزانية حوالي 770 مليار، انتهينا هذه السنة إلى 200 مليار. وظاهراً الموازنة المعدة للسنة القادمة أيضاً تشتغل بهالإطار هذا، يعني تحافظ. لذلك إحنا نأمل إن شاء الله في مراجعة الموازنة أن يتم السعي لمساواة مثل ما في قانون الموازنة السابق وقرار مجلس النواب،
وأيضا قرار أمر ديواني للسيد رئيس الوزراء السابق أنه يتساوى أبناء الحشد الشعبي ببقية القوات الأمنية. مهمتنا هي مهمة قائمة، وعندنا تنسيق عالي مع الأخوة في الجيش وصف القيادة العمليات المشتركة، عندنا تنسيق عالي أيضا مع قيادات المناطق المختلفة يعني من البصرة إلى طبعا رجوعنا إلى البصرة وغيره. طبعا هذه أنشئت من البدايات الحشد، يعني قيادة البصرة، قيادة كربلاء، قيادة كذا، أنشأت مدن مهددة، إلى أن احنا طورنا هذه القيادات وأصبحت لها مقرات. نسعى إلى إدامة عملنا، تطوير عملنا الأمني بالاتجاه بالمساهمة القوات الأمنية المختلفة كاتب، وتطبيق المادة الخامسة من قانون هيئة الحشد الشعبي اللي نص على فك الارتباط الحشد مع أو منتسب الحشد، فك ارتباطهم مع الفصائل والأحزاب والمؤسسات الاجتماعية اللي نقصد بها العتبات وغيرها، اللي جميعا مشكورة وساعدت كثيرا في بناء هذه القوات المسلحة أو هيئة الحشد الشعبي. بس اليوم وصلنا إلى نقطة، أنا البارحة أعلنت للأخوة أنه يجب أن يفك الارتباط، وسنأخذ من الآن فصاعدا احنا كنا نذكرها في الأمر الإداري اللي صدر في التعيين، أنه تطبيق المادة الخامسة ونذكرها بالنص. الآن راح نأخذ من كل واحد من الأخوة بالتدريج توقيع أنه فاك ارتباطه ما دام في هيئة الحشد الشعبي. طبعا عندنا جهد للفصل العمل العسكري والأمني اللي تكون بهيئة الحشد الشعبي عن العمل السياسي والأعمال الأخرى، حتى نخرج من المدن تبنى معسكرات، نحتاج إلى كل لواء معسكر، وإذا تتوفر إن شاء الله الموازنات اللازمة احنا على استعداد للبناء، لأن بنينا بعض الأماكن بشكل جيد وبعضها بشكل غير جيد، بس لتحقيق الضبط لازم من توفير بنى التحتية وتوفير اللوازم. كل احنا أذان صاغية سيادة الرئيس الوزراء وقته إلى الثنتين للسيد القائد العام لنسمع ما يتفضل به مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أعزائي، وحقيقة الحشد الشعبي ظاهرة تكاد تكون من أهم الظواهر لعراق ما بعد التغيير في 2003. منذ الأيام الأولى كان هناك نقص في النظرية العسكرية والخلفية العسكرية لبناء القوات. عندما حل الجيش العراقي وحلت المؤسسات العسكرية ثم أعيد بناء الأفواج، أفواج الدفاع الوطني كما سميت في يومها، إلى أن أعيدت وزارة الدفاع وأعيدت التشكيلات العسكرية، حصلت فوضى كثيرة في هذه التشكيلات. ودائما كانت نظريتنا والإخوة يتذكرون منذ الأيام الأولى، بدون دعم شعبي، بدون نظرية تربط بين الشعب والمقاتل والعمل المؤسساتي والعمل العسكري، أي عمل نتيجته تكون الفشل. الشعب هو الذي يعطي العزيمة والقوة والارتباط والدافع والهدف للمقاتل، وكلنا نقرأ في التاريخ العسكري كانت الجيوش تأخذ العوائل معها في المعارك، حتى عندما يحصل الاشتباك ويحصل الالتحام تكون العزيمة والقوة وحالة الدفاع والمروءة في أعلى درجاتها. صرفت أموال طائلة، بنى كثيرة دمرت، نظريات كثيرة جربت، ورغم كل الجهود والتضحيات التي قدمها الشعب العراقي والقوات المسلحة والشرطة والقوى المسلحة، يعني أيضا القوى السياسية كانت تمتلك بعض الحمايات وبعض الدفاعات الذاتية لكن لم تكن مؤهلة بالشكل الكافي،
كلها لم تمنع من حصول ما حصل في الموصل وما حصل مع داعش وما حصل مع الإرهاب وما حصل مع القاعدة. كانت تبدو المعركة تسير باتجاه تقدم الإرهاب وتقدم داعش وتراجع المقاومة وتراجع الشعب العراقي بكل ما بذل. 160 ألف جندي أمريكي كانوا في العراق إضافة لعشرات مئات آلاف المسلحين الموجودين. مع ذلك انهارت كل الحواجز الأمنية وكل الحصانات وكل الوضع الأمني. نحن في وقتها قدمنا مقترحات، الإخوة يتذكرون، يعني أبو منتظر يتذكر، علي يتذكر، الأخ أبو حسن العامري يتذكر، أبو مهدي يتذكر. قدمنا مقترحات ورؤى في يومها أسميناها اللجان الشعبية، ورفضها الأمريكان بقوة في البداية، ثم تحت ضغط العمليات الإرهابية والخسائر الكثيرة حصلت الموافقة. للأسف الشديد لم نتحرك نحن الاستفادة من هذا الظرف لبناء قوات شعبية تستطيع أن تدافع عن الأهل والعرض والمال وتقف في وجه الإرهاب، إلى أن حصلت الكارثة وأكثر من ثلث إلى نصف أراضي العراق وقعت تحت سيطرة داعش. ثم جاءت الفتوى الجهادية اللي قلبت كل الموازين، كأنما شيء معين دخل الميدان بقوة هائلة، ليس بأعداد بشرية كبيرة، ملايين الناس استعدت للانخراط في الحرب، لكن الروح تغيرت. أنا لا أكلمكم انطباعاتي، في الأيام الأخيرة زرت كل القيادات من وزارة الدفاع إلى الداخلية إلى كل المقرات والقيادات، وقبل مجيئي إلى هنا كنت مع قيادة عمليات بغداد. كل القادة يشيدون أن دخول الحشد في المعركة أعطى بعد نفسي وإيماني لم يكن موجودا، وإلا لم تتغير موازين أو معادلات التسلح أو هيكليات الجيش أو أعداد الجيش أو القوات المسلحة، شيء من هذا لم يتغير. فالانتقال من حالة الانسحاب والهزيمة إلى حالة النصر لها نقطة فاصلة نستطيع أن نؤرخها بالمواقع وبالتواريخ، منذ الفتوى الجهادية وبدء تشكيل الحشد بدأ هذا التغير النوعي في كل شيء. أصبح المقاتل سواء في الشرطة الاتحادية أو مكافحة الإرهاب أو القوات المسلحة أصبح بعزيمة تختلف عن العزيمة السابقة. القوى التي تقدمت في الموصل عدة عشرات انهارت أمامها فرق عسكرية بكافة الإمكانيات. حتى لاحقا ما حصل في الرمادي 2015 نفس الشيء حصل، يعني تكافؤ في ميزان القوى كان تماما من حيث العدد والعدة لصالح القوات العراقية، لكن الروح المتشبعة بالاندكاك، الروح الترابية، الروح الإيمانية، الروح المضحية، الروح التي تتقدم إلى المعارك وإلى الشهادة ليس طمعا في مال وليس لأن هناك راتب، وإنما لأن هناك عقيدة، هي التي انتصرت. عندما بدأ هذا التحول يحصل شهدنا أن المعارك أصبحت لا نكاد أن نعلن معركة إلا وننتصر فيها، بينما سابقا كنا دائما نتراجع في المعارك أمام العدو. فالحشد هو إنجاز تاريخي كبير للعراق ويجب الحفاظ عليه، وكل المؤامرات وكل التشويهات وكل ما يحاول من يحاول فعلا الإساءة للحشد باستغلال أمور معينة تحصل في كل مكان، خصوصا في تجارب مثل هذه التجارب. أنا شخصيا مثلا عشت تجربة المقاومة الفلسطينية وأعلم مدى الانفلات الذي كان يحصل، لكن هذا لا يمس بشرف المقاومة.
أبدا. عشنا ظروف كثيرة في كردستان في شمال العراق أيضا، هذا لا يمس من شرف المقاومة والثورة. في الحروب عموما، كل الحروب ترافقها أشياء كثيرة، المهم ليس وقوع هذه الأحداث، المهم كيفية معالجة هذه الأحداث، كيفية وعي هذه الأحداث. لذلك كما ذكر الأخ المجاهد أبو مهدي، العودة إلى المادة 5، ليس الدولة أو القائد العام من يطالب بهذا الأمر، وإنما الالتزام المسبق بدستور الحشد والوثائق الأساسية وقانون الحشد والوثائق الأساسية لتحشيد لتعبئة الحشد وتجنيده وقيامه، يعني الحضور في المدن، المكاتب مثلا التي زادت عن الحاجة، السلاح والسيطرة عليه. فنحن في طريق صحيح، نحن في طريق صحيح ما دام هذه الروح سائدة. وأعتقد أن هذه التجاوزات لن تمس، لا تستطيع أن تمس بالحشد. اليوم الحشد حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها، وإحنا واجبنا جميعا حقيقة دعم الحشد. أنا أعرف أن الموازنة تعرضت إلى بعض النقصان، التراجع، فتراجعت موازنات معظم الدوائر ومن جملتها الحشد. لكن أنا في رأيي، وإن شاء الله نعمل سوية، يجب أن نجد مصادر الأموال اللازمة. هناك أشياء في الموازنات التشغيلية، هناك أشياء في الموازنات الاستثمارية ممكن إعادة النظر فيها، إعادة العمل فيها، لأن تواجد الحشد ودعم الحشد والإبقاء على هذه الروحية هي من أهم واجباتنا. إذا أخفنا الحشد كما يريد البعض، كما يضغط علينا للإخلال بموازنة الحشد ومحاولة إظهار كأنما الحشد هو فرد جسم غريب دخل، بينما الحشد هو الضرورة الأساسية التي كانت غائبة وعادت إلى الحضور، عادت إلى الحضور، كأنما يريد أن يقنع أن الحشد هو شيء مؤقت، أن الحشد هو مجرد الآن معادلات معينة قد يكون فيها أبعاد إقليمية أو أبعاد مذهبية ثم يزول. لا، أنا أؤكد، هذا ليس لأني اليوم في موقع المسؤولية وموقع رئيس الوزراء، بل هذه قناعات قديمة جدا. الإخوة، قسم كبير من الإخوة اليوم في حشد يعرفون مساهماتنا السابقة في هذه الأعمال، لأننا نعتقد أن حقيقة دور الشعب ودور العمل الإيماني، العقيدة العسكرية الدفاعية الصحيحة هي عنصر أساس في نجاح أي عمل عسكري، أي عمل أمني، والانتصار والنجاح فيه. جيوش جرارة تنهار، عندها إمكانيات عظيمة، تنهار أمام قلة مؤمنة وأمام مجاميع مصممة على إداء واجباتها، على الاستشهاد، على النصر والفوز، وتهزم مثل الجيوش، والتجارب في التاريخ عظيمة وكثيرة جدا. أنا ما أعرف إذا كانت الرواتب المتأخرة صرفت أم لا، قيل أن امبارحة أو امبارحة ممكن يكون مش الأمر، أو يعني إن شاء الله الأسبوع نصرف على الوضع السابق. نعم نعم، على كل أنا أراجع الأمور، يعني إلى حد الآن المسائل لم أقف أمامها بشكل دقيق. تشكيل الحكومة كان تشكيل قبل فترة قصيرة، أقل من 10 أيام. الميزانية كانت قد ذهبت إلى مجلس النواب، قد تعود إلى مجلس الوزراء، قد نراجع. لن نستطيع أن نجري تغييرات كثيرة، لكن ثقوا أنا سأعمل كل جهدي، ليس لأنكم طلبتوا أو ستطلبون، لكن أنا مقتنع أن هذا الشيء أمر مهم، كقناعتي أن بقية القوات يجب أن تحصل على حقوقها كاملة. وهناك موازنة صحيحة يجب أن يؤسس لها ويجب أن تقوم، ونحن لا نعمل كطرفين أو كثلاث أطراف، نعمل كطرف واحد، نتشاور في المسائل
ليس أنا مسؤول عن المال والإخوة مسؤولين عن العمل الجهادي أو الأمني، الكل مسؤول عن هذا الشيء، الكل يعرفون المشاكل الصعوبات العوائق، سوية نذلل هذه الأمور. شهداء الحشد حقيقة يجب أن يكرمون تكريم عالي، لأن إذا لم نكرم شهداءنا، ولما أتكلم عن الشهداء لا أقصد فقط أهمية الصور وغيرها، لكن عوائل الشهداء، أسرهم، الوقوف معهم، أعتقد هذا هو اللي يعطي الروح الحقيقية لاستمرار الحالة الإيمانية والحالة النفسية المتحفزة التي تستطيع أن تواصل هذا العمل. ذكر الأخ الحاج المجاهد أبو مهدي أن هناك بعض التمايز بين مهام الحشد الشعبي ومهام القوات المسلحة، ويجب أن يكون هناك تمايز. التمايز يأتي من جانب أن الحالة الحشدية عدا الحالة الإيمانية والعقيدية الموجودة فيها، لأن من ينتمي إلى الحشد لا ينتمي من أجل أن يكون في سلك معين، من ينتمي إلى الشرطة إلى الجيش يريد أن يذهب إلى سلك معين، كما أذهب أنا إلى السلك الدبلوماسي، أو كما أذهب إلى السلك القضائي، أو كما أذهب إلى أي سلك علمي أو أكاديمي، أذهب إلى هذا السلك لكي أكون من أعضاء، أرد أصير سفير، أرد أصير موظف وزارة خارجية، أرد أصير قاضي سلك، أو أرد أصير طيار أو عسكري. الانتماء إلى الحشد يرتبط بالجانب الإيماني الحقيقي، فهو ينخرط في الحشد ليس من أجل راتب وإن كان الراتب ضرورة، ليس من أجل رتبة وإن كانت الرتبة أيضا ضرورة لتنظيم العمل وإدارته، وإنما حالة جهادية، حالة إيمانية، كما كان أيام المعارضة عندما يكون في فصائل جهادية قد تؤدي به إلى أقصى العقوبات وصولا إلى الإعدام والمطاردة إلى والأهل، مع ذلك كان ينتمي وينخرط في هذا العمل، ليس جزء من سلك. هذا أنا في رأيي فارق مهم. الانتماء إلى الحشد عمل نوعي يختلف عن الانتماء إلى سلك معين، إذا كان لنا أن نسميه سلك جهادي، وهذا أرقى أنواع المسالك التي يمكن للإنسان أن ينخرط فيها، فهو شيء متميز، وهذا ما يربط بجهات عديدة، ما يربط بالشعب، ما يربط بالله سبحانه وتعالى أساساً، ما يربط بالمرجعيات، ما يربط بأشياء كثيرة تختلف عن الارتباطات التي يرتبط بها موظف أو شخص مسلكي في مكان آخر، رغم أن للكل مقاماتهم وللكل احترامياتهم والكل يقومون بواجباتهم، لكن هناك شيء يميز الحشد، هناك شيء في النهاية الكل عندما يسقطون في المعركة شهداء، لكن الدوافع الموجودة في الحشد فيها أسباب وعوامل وعلة معينة تختلف تماماً عن الانخراط في المسائل الأخرى. مثلاً لا أتوقع إذا تأخر الراتب أو إذا حصلت أمور في الحشد تحصل انسحابات كبيرة، إلا لمن فعلاً جاء إلى الحشد من أجل أغراض مباشرة. الأغلبية الساحقة ستبقى مشدودة إلى هذا الجهد، إلى هذا العمل، لأن هي آمنت به وصممت أن تسير على هذا النهج. أنا يعني هاي كلمات مختصرة، وأنا مستعد إذا أكو أي سؤال بقدر استطاعتي الجواب عليه. وفعلاً أنا يعني لست مسؤول بعيد عن الحس العام الموجود عندكم، أنا مسؤول مؤمن بما حصل في الحشد وما يحصل في الحشد، ونعتبر أنفسنا جزء من هذا الكيان، من هذا البناء، وبالتالي نتعامل كإخوة ونسعى سوية يد واحدة لحل كل الإشكالات. الدولة دولتكم والحشد حشدنا، والكل يتعاون في هذا لحل الإشكالات الصعوبات والخروج من بعض المعوقات التي كانت توضع لأسباب قد تكون فيها أبعاد يعني غير سليمة. إذا كان فيها أبعاد غير سليمة
نتجاوزها، الصعوبات نحلها بشكل مشترك، ونحاول سوية أن نتقدم بالحلول. أشكركم شكر جزيل، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.